الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يتقبل منا يا رب العالمين. نتحدث في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله خبير بما تعملون، من الآيات الجميلة. ولا تنسوا الفضل بينكم، مش في الزواج بس، مش مع الزوجة بس، ده على العموم. تحس تشعر كده بمحبة وحب للناس كلها. يعني الواحد: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنساش الفضل للأب اللي أكلك في مرة لقمة، اللي عاملك معاملة كويسة. ولا تنسوا الفضل بينكم، تفتكر أمك اللي دايما وقفت معاك، لازم الإنسان يفتكر الفضل. ما تنساش أختك اللي مرة ساعدتك وقفت جنبك. ويعني لازم الواحد، لو الواحد يفتكر الفضل كده دايما، بفضل الله هتلاقي يحب الناس كلها وقلبه ما يشيلش لحد، ودايما كده في محبة. يعني السيدة عائشة تقول لك: ما انساش جارتي في حديث الإفك اللي وقفت جنبي، وما شاء الله وعلت تواسيني. يقول لك: ما انساش موقف الجارة السيدة عائشة. ولا تنسوا الفضل بينكم. الثلاثة الذين خلفوا لما ثم تاب عليهم ليتوبوا، يقول لك: ما انساش أول من بشرني بالتوبة، وأول ما دخلت المسجد وبشرني، ما انساش. ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يتذكر فضل السيدة خديجة، وكان دائما يذكرها صلى الله عليه وسلم. يقول لك: وقفت جنبي لما تركوني الناس، وساعدتني بالمال لما خذلوني الناس، ودايما يفتكر فضل خديجة عليه. سيدنا رسول الله: افتكر يا أخي اللي شغالك في يوم من الأيام، ولا تنسوا الفضل بينكم. افتكر اللي استقبلك في الشغل وطبطب عليك وساعدك في شغلك، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني دايما كل حاجة الواحد دايما يفتكر الفضل للناس كلها. لو قلبك وصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك يعني حاجة جميلة وحب كده مع الناس كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما نصنع جميل في موضعه وفي غير موضعه، ولن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل لو طال الزمان لا يحصده إلا الذي زرعه. ومع الزوجة افتكر الفضل. كنت بدخل في صلح بين رجل وبين امرأة وجبت ورقتين، اديت للزوجة ورقة والزوج ورقة. اكتب 10 حاجات في 10 سنين اللي انت عشت مع زوجك، اكتب 10 حاجات حلوة، وانت اكتبي 10 حاجات حلوة في 10 سنوات. افتكروا له الحاجات الحلوة، مش لازم نفتكر الوحشة ونفتكر السيئة. وفعلا لو ده افتكر الفضل وهي افتكرت الفضل، يبقى هيتصالحوا مع بعض، والحياة تبقى جميلة وطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم. 90% من المشاكل لو كل واحد اعترف بالخطأ وافتكر الفضل، الموضوع خلص. واحد كسر الواحد فانوس السيارة، نزل وقال له: عندي وحقك عليا واللي انت عايزه، هيقول له: اتفضل، مش عايز منك حاجة. فدايما الواحد يفتكر الفضل في كل شيء. طب لو جالك واحد بقى قاعد يقول لك ايه، بس في ناس ايه يقول لك: انت ساعدتني في ايه، انت ما عملتش معايا حاجة، انت ما وقفتش جنبي. اوعى تزعل، كمل الآية: إن الله خبير بما تعملون. يعني ربنا عارف يعني. وطالما ربنا عالم، وربنا عالم سبحانه وتعالى وخبير وعلى علم، ما يشغلنيش بقى الناس ينكر الجميل ما ينكرش الجميل. أنا عملت العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفضل، وأن يرزقنا الفضل يا رب العالمين، ويجعلنا نعامل الناس بالفضل، ويرزقنا حسن الخاتمة. جزاكم الله خيرا.